خاصة للناس اللي هم ضعاف البصر، دي بت اللي عندهم يعني سواء نظرهم ضعيف أو totally blind، دي خاصية بتفعل لهم كأنه شايف، يعني الموبايل بيوري له بالصوت هو بيدوس على ايه وهو بيوصل لايه وهو عمل ايه او هيعمل ايه او ايه الحاجة اللي قدامه. فطبعا بتمر بشوية Tap اختبارات back في on. فدي بت When tap back is on, it provides spoken feedback so اهي that you بتقراها can له use على your طول device. كده. انا دوست بره، حبيت مثلا Overview button out of list. دوست على Double overview، tap to activate. Double tap and hold to long press. double tap to activate Android accessibility كده، انا suite اكتبته. accessibility tutorial. Tap back. Navigate up button. On switch. Alert stop top back. Okay button. Top back off. كده خلاص خلصناها. معلش يعني انا مش متعود عليها قوي، فاخدنا فيها وقت شوية. السكرين ريدر برضو من الحاجات اللي بتساهم في ان انا اقرا اللي على الشاشة، وليها شوية سيتنجز. يعني انت الانجن او الكمبيوتر او خلينا نقول الكومبايلر اللي هيقرا الشاشة ويحل ويعمل اناليسز ليها وهيقراها، هل هو خاص بجوجل؟ فالانجن اللي انت عايزه ممكن في برامج غير جوجل يعني، بس هو باي ديفولت منزل جوجل كخدمة ليك. انت حابب تغير الانجن دوت، ممكن تحط انجن تاني وتخليه ويبقى السيتنج بتاعه برضو من هنا. خلاص اخترت الانجن، هنا بالنسبه لي هنا مفيش غير جوجل دلوقتي. ممكن تعمل سيتنج سيت اب لا للانجن دوت، بحيث ان هو يعمل كونتاكت مع الانترنت خلال الواي فاي ولا الداتا، يتواصل ازاي برضه عن طريق الاوبشن بتاعته. اللانجوج البريفيرد للكتابه، قصدي للقرايه، هل هي لغه الصيني الانجليزي وات ايفر، انت اللغه اللي انت عايزها. للاسف يعني العربي مش موجوده. السبيتش ريت سرعة الكلام، البيتش اللي هو البيتش اللي هو البيتش اللي هو التون، صوت راجل صوت ست صوت تخين صوت رفيع، اللي هي الحاجة زي كده يعني. طيب الفونت سايز، بالنسبة بقى للجروب الديسبلاي، هنا الفونت سايز بيجيب لك هنا برضو شفناها في الديسبلاي بريفيو للفونت سايز بالديسبلاي، برضه شفناها دي في الديسبلاي هناك. بعد كده نخش على الماجنيفيكيشن. الماجنيفيكيشن دي انها تكبر الحاجه اللي في الشاشه على طول عن طريق التريبل تاب اهوت. حطينا الاكتيفيتي بتاعتها انيبل ديسيبل، ازاي تدوس 3 مرات على اي مكان هيبتدي يعمل له ماجنيفيكيشن اهوت. 1 2 3 كبرها اهوت، 1 2 3 صغرها. طيب برضه ماجنيفاي وذ بوتون معين، برضه تقدر تقول ان الماجنيفاي دوت ادجاست البوتون معين دوت يعمل لك ماجنيفيكيشن. طيب كلر كوركشن، الكلر كوركشن دي انا اعتقد انها، انا ما اعرفش فور شور يعني، معلومه مش مؤكده، انما ده استنتاج الاجتهادي الشخصي وقد اكون مخطئ. الكلر كوركشن دوت خاص بالناس اللي عندهم عمى الوان او عندهم مشاكل في الالوان او مشاكل في الالوان بصفه عامه. يعني مثلا لو تاخد مثلا ناخد هنا مثلا ايه الريد جرين، ما اعرفش الكلمه دي معناها ايه، بس الريد هي الحاجه بين قوسين الريد جرين، دوسنا اوكي هتلاقي اللون اتغير شويه، اللون الازرق ده ما بقاش ازرق بقى متغير شويه. خلينا نختار اللون مختلف تاني، برضو اختلف هنا، برضو لو تاخدوا بالكم الكالر كوركشن اختلفت في الوان، اختلفت في الشاشه كده، تراك ترجع للايه للوضع الطبيعي. طيب color inversion، color inversion يعني بيقلب النيجاتيف بتاع الحاجة، زي ما انتم شايفين كده ادي المنظر اتقلب، الصورة اتقلبت تمام. ال large mouse cursor في يعني الحاجات دي اللي هي ال interaction control، click after cursor stop moving، power button in call، power button ممكن نخليه هو يعمل end call بال enable او disable هنا. auto rotate screens معروفه، touch and hold delay، touch and hold delay يعني انا بعمل في اي أو في اي امر عندي محتاج ادوس واعمل hold او اعمل delay، يا ترى
الديلي ده وقت قد ايه؟ يعني اعمل تاتش وهولد اقعد كده فتره طويله ولا فتره قصيره، ولا في ناس حسب رغبتها فشورت ميديوم لونج حسب فتره الايه الهولد بتاعتك. الاوديو اند اون سكرين تكست برضو، كابشن، الكابشن دي مهمه قوي للافلام والحاجات اللي بتنزل فيها ميديا فيها كابش فيها سب تايتل وفيها عناوين وفيها حاجات زي كده. اذا حبيت تعمل لها اديت هي نازله بستاندرد معين، لكن انت لو حبيت تلعب في الستاندرد دوت وتغير في الفونت تكبر التكست بتاعك فكل عليك تفعل الخاصيه وادي بريفيو للكابشن بتاعك. اللانجوج البريفيرد بالنسبه لك هتكون ايه؟ لان في بعض اللانجوج بيكون فيها اكسنت وفيها حاجات كده اضافات فهو اوتوماتيك بيضيفها. التكست سايز سمول فيري لارج فيري سمول وات ايفر. الكابشن ستايل ادي النظام بتاع الكابشن بتاعتك، لو عايزه ليه خلفيه خلفيته ازرق، خلفيته هو اصفر بخلفيه زرقاء، اصفر بخلفيه سوداء، اختار اللي انت عايزه. وطبعا بيديك في النهايه البريفيو النهائي اللي انت هتشوفه نتيجه اختياراتك ديت. اذا حبيت ترجع للديفولت بترجع تعمل له ديسيبل وبترجع تاني، يبقى انت كده خلصت. طيب اكسبيرمنتال حاجات بقى يعني دلع شويه. الهاي كونتراست تكست، هاي كونتراست تكست بيخلي التكست تخلي العناوين ديت ما هياش سوليد كده انما هايلايتد، يعني اهو شايفين المنظر بقى عامل ازاي اهي. طبعا انا كده امكانيات الثلاثة بتريد 3 الماجنيفيكيشن شايفين كده كده، ترجعها تاني اهي رجعت تاني عادية. طيب الجوجل سيرفيسز والبريفرنسز بتاعتها يعني معروفه للجميع. السيستم لانجويج تايم باك اب والابديت، ادي اللانجويج بتاعتنا زي ما انت عايز. الجاستر برضو من الحاجات الحلوه قوي هنستعرضها بعد شويه دقيقه واحده. الديت اند تايم الباك اب، تحب تعمل باك اب للكالندر بتاعتك، الكونتاكت، الصور، whatever انت عايز تعمل ايه. السيستم ابديت، تبحث عن اي ابديت موجود حاليا، تشيك فور ابديت، محتاج ابديت ولا لا. خلينا بالمره نشوف معاكو last successful check update. طيب reset option والcertification والabout about phone، هيجيب لك الموديل والاندرويد فيرجن. هذا الاندرويد بتاعي اوريو. نرجع بقى للجسترز. سويب فينجر برينت فور نوتيفيكيشن، يعني انت الفينجر برينت بتاعك لو عملته انا اهو مثلا مسكت كده وعملت كده سويب للفينجر برينت هيعمل لي هيجيب لي النوتيفيكيشن اهو. سوري سويب لفوق ولتحت اوكي اهي كمان مره، يعني انا كده عملت سويب مره سويب مره سويب الثانيه سويب مره كده جابت النوتيفيكيشن بس من مش ديتيلد. سويب الثانيه ان ديتيل بقى اذا كان في ديتيل او الايكونز ديت تجيبها لك ان ديتيل. طيب تيرن اوفر تو ريجكت كولز، اللي هي اعمل كده علشان الغي اي مكالمه مش الغيها. ميوت اون بيك اب، لو عندي موبايل بيرن ورفعته كده من على الارض او من على الترابيزه او من على موضع المكان اللي هو فيه، مجرد ان انا مسكته كده اهو بقى ميوت خلاص ما بقاش يرن. جامب تو كاميرا، ده زرار من الباور ان انا ادوس دبل كليك يقوم يفعل الكاميرا، هنشوفه برده دلوقتي اهو برده انا مفعله الكاميرا جت اهي اوكي. left to check phone، اذا انا رفعت التليفون هيبان تفاصيل الحاجات اللي جوه، ودي شفناها برضو من شويه. هنلاحظ ان في بعض الاوبشنز متاحه في كذا قائمه لان قد يختلف المنطوق او المفهوم لنفس الوظيفه من شخص لشخص. فانت لو عايز او وظيفه معينه انت فاهم ان ليها اسم بكذا اوكي هتلاقيها في السكه اللي انت ماشي فيها. في واحد تاني بيدور عليها في الاكسسبيلتي هيلاقيها في الاكسسبيلتي. يعني في مرونة، أنا شايف إن القائمة فيها مرونة على حسب مفهومك للوظيفة أو مفهومك للفانكشن اللي أنت عايز تستخدمها أو تفعلها، ودي حاجة حلوة يعني ما تخليش واحد يدف ويدوخ وفي الآخر خالص يلاقي الحاجة اللي هو محتاجها أو يفعلها يلاقيها في مكان هو مش متوقعه.
لا هو بيعالج الحتة دي، انت على حسب توقعك وعلى حسب مفهومك هتلاقيها. طيب طبعا برامج الاندرويد المعروفة المشهورة بصفة عامة يعني، مش عايزين نستفيض فيها، الجهاز تحفة، الجهاز جميل جدا. عايزين نشغل شوية فيديو نشوف الريزوليوشن بتاعه. بص لما نحط الجهاز كده اهو الصوت زي ما هو شغال، لان زي ما اتفقنا ان السماعات هنا، هنا اهو. فلما نحط التليفون كده مفيش مشكلة فيه. الألوان جميلة جدا، صوت رائع. في بقى خاصية مخصوص للكاميرا، وإن شاء الله بإذن الله هعمل لها فيديو لوحدها، بس أنا حبيت أنوه عن الخاصية دي قد إيه جميلة وقد إيه ممتعة. تعالوا نشوف الخاصية دي مع بعض. الخاصية دي أنا كنت بصور فيديو في حفلة إمبارح كنا فيها في السويس هنا عندنا. خليكم معايا نشوفها بس ثانية واحدة، أجيب الملف وأوريكم أنا صورت إزاي. أهي بصوا بقى يا جماعة، بصوا هي دي يا جماعة. بصوا بقى الخاصية دي الجميلة دي بتبقى عاملة ازاي يعني، او خاصية ان انا في الصورة ماشية بسرعة وفجأة تمشي بالراحة سلو موشن جوه قلب الفيديو نفسه. قد ايه الخاصية دي ممكن مثلا، هي جديدة عليا أنا الخاصية دي. تعالوا نشوفها مثلا لما دخلنا جوه بقى الحفلة. الخاصية دي بقى تقدر تغير، الخاصية دي تقدر بس مش بس كده تغير خلال الفيديو أنهي منطقة اللي أنت عايز تبطئها وأنهي منطقة اللي عايزة تمشي بريت عادي. فيعني مثلا المنطقة الأولانية دي أنا عايز أبطئها شوية لأن فيها شوية فاير وورك حلوين. فهنبتدي أهو زي ما أنتوا شايفين، وبعد كده دخلنا في الإيه؟ في المرحلة البطيئة. خلينا اهي هي حلوة اكتر في الحاجات اللي متحركة زي العربيات اللي كانت من شوية. فيها برضو امكان تصوير سريع، امكان تصوير زي ما اتفقنا بطيء. فيها حلو، كاميرتها فيها شغل كتير قوي قوي. ان شاء الله انا بعمل له فيديو لوحده ونشوف موضوع الكاميرتين الاتنين اللي ورا دول، ايه الحركات اللي ممكن يعملوهم. ونشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا لمتابعتكم، شير ولايك سبسكرايب، مع السلامة.